عليكم ورحمة الله وبركاته بهجة أحمد آد بخو السلام يا ما أنت بحاول صغير قلي دت بدن أو جرا يا جرا إن الربا إن دل كي نبر بريان دت كاسو بدن كو كاسو هاليان دبدها دت كاسو قبيل يو وح أو كبر برين دولتي نجوه رئي إن كجرا وحال الميد محال قدام بيا لرو كاي مكلا سيسي دو بيوري كلا سيسي دو واكي محال قدام بيا دل بربرا يتوب يا قدام بيسي محاب بربريي وقبيالت مركا وحل الربع دل كينا جمهورية جيبوتي إيفان ترامير كيلومتر كاريغا إن لغو بربريو قبيالت قلو أنو قلو من نقان عالان كا وبا نو قلاء عالان كا يا نو آباء داد كاس وحي وكلا بحان قار وحي نعيبيهين عالان كا جمهورية جيبوتي نعيبيهين قار نوحي نعيبيهين مدحوينيها دل كا الحاج إسماعيل عمر قيلي ينعبين لكن سوحويان لبضو مكلا سكدرو وعدو جي دالك الجمهورية دي جيبوتي يشعب الجمهورية دي جيبوتي وحان نيشيغ يا عدو جي نو وحويان وادتك سكوكين دير يا قبيلك نرحبضا وحان نوشيغ يا مانتا حقا جمهورية دي جيبوتي إنا إكا أغلية ساتي قبيالة دا مدحوينيه إنونا إن او ديار او يهي قف كستي او ربا إن او دالكي نبربريو إن او جيل كسو جيديو أنا كنا فرت أنكو في غنو يريج بتوح سكر راعين إن فرت كو في قان نك الربا إن دل كينا بربريو القبيلة لا نسوقلا وحنا أنا كنا دون إننا دت كينو إن مدوبان وردت كين واس ولا جورسني واس واس كده عرور أبتي المادر كوزان كوزين ما ولا نهاي أدر اسم قاعد كرينا أنا كنا ريج بتوح دان نهاي أنا كنا قارن ما ولا نقولني كمان تا حاجة ما قاعد كرينا الدباتة ده عن كاسو كلا تاسبا ما تلا الربا تاس يا رفراها كل جيران سيدل كينا وبربرين لهاين انك اوش افر يا فرتن سنه نبات كو سو غادني اد بني سلام يا وي مكان سو قبانيا وحن سو قبانيا ان هيسبان نس كو ساري دونا وانا سو قبانيا ايميكا ان وحن سو قبانيا ان امن هولاد بو سو قبانيا اي اس اس دوفر امن هولاد كو سو ما حد كورن له هذا الكلام انت ما حد فرينا وجود بيني صار شعب الجريج جيبوتي أو سيدي إسكاج إلى لين كران قبيلة ده أوكي بهجة سوق من يا بهجة بهجة waan kuurin laha daaja ku soo waxaan kuurin laha sideed oran lahayd maxaad fariin dadka reej jibuuti u soo gudbinaysa dadka qabyaalada dhexwada wadankeena horta anigu waxaan u soo gudbinayaa qabyaalad meel ay ku geeyneyso ayaa iska yar warun ifya akhiraba waxa uu sheegaya ifya akhiraba meel ma gaarisid wadan baad baabisay dhagartii adaa lagu qorayaa wixii dad ku dhintay adiga lagu qorayaa aakhira oo ilaahay kuguma xafilay ilaahay gaal iyo muslim badhiiga haddaad muslim tahay wuu xaaraatinimeey maanta labada qoomiyood isastaa labada qoomiyood oo muslima okay ethiopia afartan ethiopiana waa la isticmaalayaa kuwii dhaandhaamintii reer jibuutina way ku cawaanka ahaana way ku biireen laakiin meesha waxaa laga wadaa uun maadaama afrika ololeyso in laysla wada qarxo marka waxaan leeyahay ilaahay ha laga boqo ha la iska daayo qabaailku waxaa horeba loo yidhi nebigeen wuxuu yihi meesha qabaailka ka fogo oo meel fusq oo ku guud calayhi salaatu wasalaam meel buu yidhi mogt waa cudurka adduunka ugu xun ee laga soo kobiyo ma fahantay tan kale waxaan ka yaabanahay markan dambe war waddan baa dagaal ka dhacaya markan baa la leeyahay ha layswada raaciyo anu waxaan ka yaabanahay جمهوريه جيبوتي waxay qaraar qaadatay in ay qabyaalad ku shaqeeyo la arko in jeelka laga soo jeedinayo taasina waxaa la isku raacay shacabka reer jibuuti ee raali ka noqdeen horta qabyaalada inay madaxweynuhu ku raacsan yihiin sax ku raacsan lahayd qabiil waa wax meel loo gaari waayay afrika oo dhan qabiil waxay meel ku gaari laada loo socon laayahay waa dad islaama oo qabiil isku cunaya wax ku xun ma jirto adduunka gaal iyo muslim baa lagu fasaxay diinta inaad ku dagaalantid hadduu gaalku diintaada iyo aqalkaaga kugu soo doonto weliga
لكن ضد إسلام دمينا يا ومن لقيام ضد كي دي بدها تشوري أو يروح حرام قلي حرام كلساري أو أولاده دي أبوه يكون قرين يجي كود قرين هي أو نيكو جي دسبر يكون كل نور هي أو نرش يكون نور هي بقى أي حرام بالجرلي يا حرام أي دولة يعني أفريقيا سوماليا. أنا أقول لك إن جالك لقى سو جديدين أيوة أنا كنا واحد كوه همبليين هنا مدحويني هنا حكومة دينا سأودن تهيبا إن آن سكر رعسنا هاي إن كهر تجنو قبيلة ده إن كهر تجنو علم دمسك يدل بربرين تا لقو صو صعدا يدل كين لقو صو بضو وحنا كوه شيني أنا كو 20 كيلومتر كهري جاس خوف كده جوجا الدباتو إنه كسمية دونا إن شرع قال هور كين دونو تلاعب شرعي وافق سنة لقى قادي دونه ولو كان نك أسرة مجال هذا حدو يحتاج إلى كيسي لا لو أبي يلي دونين أو الأورن دونين نك وانين مسؤول دلعيه إن أخفي في الأورنين ما أنت واحد ويا واحد جوكتها وما لك اللي يري على كينا يشعب يجينا ريت اللي يري ويا ما أنت واحد جوكتها ما لك عدوجا يلك الجرني صديق هذا ما أنت واحد جوكتها ما لك الجرني نيكا ودن كيسا جعل يا نيكا كدا نيسانا يا ما انتو بحان جوغنا ان بحان انكو اوغنا هاي او سيدا ما حاي هاي اوغنا او مدر هي جبوتي سي اي اودان تهيبا ان اي نبدا جعل يهين ان اي سولا جعل يهين بريف يعد عدنا انو هاينا لكن يسا افر توقف اي دبداها لغسو اديك سينا يو اي كتوك دولار قولك دولار اسكو قدر اي او مدر هي جبوتي كوانا انا شرعيقا لهور تاقيو إن تلابش عيجان لقى قادي دونو يان أنكو إن سكر عني وأنا خلاص أتبقى خو سلام يا شينوف صحيح كي إن واحد ليه هاي لين عن جلو جوك إن واحد ليه هاي واحد سكر راعي إن نك كسهور مدى ودن نمدنا ولا نمدنا إن وده جبك شقينتنا إن أسك قبنا كعمي ده كو قبنا تدو كيبا خاتيان ودنا كلا دولك غجرة وقحوت لغو قابلي لكن سربا ان ذكر ريجو وتي قبيالتك استعمالان والقبياله دي واجي الاستعمال دي رواه رهد ضلك كو سو بربرين وان ارغني وحا ليلي ايش على نيكي اركا اي اوغو فلانتا ديغنين ماركا انكو قبيالد وحي بربريسي يمنتا سوماليا ايتوبيا ودا ما سو بربريسي ماركا ريجو وتي وحا كليا او حقن وا ديغنينتي ودنبيسي ويان نيكا ku tala gala dalka nabada inuu xumaan kariido in laga daba imanay in cid ka daba hadlin qabiilku doonana ha noqdo annaku walaalaanahay waxaan ku walaalownay calanka saddexda midaba afarta midaba yaan ku walaalownay ninka calanka ilaalin waayay ee dhowri waayay sharaftiisana waxaan ku heshiinay inaan gacan mid ku wala qabanno waxaan xaqan uga jawaabayaa dadka dibadaha كسو قبيلة كوضا كوضا وضا كجمهورية جيبوتي جمهورية جيبوتي ما بحنو ما أنت قبيلة ما أنت جمهورية جيبوتي جيبوتي وان بلا جيبوتي برمستر كوضا جيبوتي اتين بولي جيبوتي وامد غرا اتان فيز اتان دي اندي فيزيبل ما كلا قيبتان كرتو أو لما من نقول كرتو لبا قبيلة سد قبيلة وما كلا بيح كرتو جيبوتي وان وامد غرا مركب واحد وش شايفينه تذكر دقيسنا يا راديو يلاش الشيء إن أي كتحدران لجيس جوجا تاس أو إن لوغو تلا جلي سي أنت أي لجيسنا الراديو جا إن لجيستان قرآن كإلهي سبب توا أنك مركب حلي المكدم بس إن حلي كتاب كبير نقطة بالي إف يا أبا قبيلة دون ما في عنا نيكا محي هيدا إن ما أنت قبيلة دو بدنا آخر دي سنة وكو عياري ما أنت هدا عنو فدنا حنا كك عيو وحن أجاني هي إن هدي قف في الندى السمية وكل انتو إن عندن بيا إلى قيامها أني دول سارين نيك ما تفي الندى جبوتك السمية أما وضك لك السمية
في الندي وسمي أنت قفك كل متي والروح حسابنا يا والقفك بالآدم كيمسو جراب على سكح حساب تمام بقول جير مدافع قفك بالآدم بقول هذول دافع بقول لك تم دافع صدح بقول بهجارو ما نجاني صدح بقول له هجارو كل ودمان يا حساب بخدم بيس وقت وين حساب تلا قرتو إن حسابك هذا بيسو إن اللي سويدين يو هدي أثر هدي ما أنت ودنا كان أنا كده رجع وبعد كي جوان كقاطي دي بدها هنجيستي أنا حبيبي جمع جلوي حق جمني يا كاس هو مرسنير بان ليه مرسنير روح يكون نقضي إذا قوبت كيسي مكان فكره ولا ليه تلقي يو وما دي كره رجع بتكمل فكره مركب واحد ليه هاي أنك واحد وصل على حق الرزوقة إن أشياء جنو شعب جريج بوتي قبيل كودونا هنغضو إن ويهي ننجبوتيانا حقي وضعك وكل هانا أي تهي إنه إلاليو واجب واحد نقع إن إلالي نو نبضة دوان واحد لفور دونا إسكولا دي سكوريتيا كارتيا كست واحد لودين دونا إسكولا دا إيا دوان لفور دونا واحد أشياء جيا إيمك أوجيسيست قدام بيا مكسينا يا ورد دلك إن كومينكا يا شيف كارتييدا يا محي هاي محوها كارتي دي ساج وحنا لا كوميتي دي ساج الكارتي دي لغسمي سدا ايميكا امانتا حد ميسيونيان حتى هاوشا قبن كرين رقي قبن يي يا لو ديبنيا لكن سدا قبن كريان اي مسؤوليتا اي دوشا سارانيان وحا لا ربا نيكاست كارتيغا او كوميكا اما ساج وكي هي كارتي دي ساج وكي هي ان او امان كيغا حاسيليو اسكول هدي تهي دختر هدي تهي ان غير واحد لوغا باهن يا باهي ودنك جيرتا ني ولبا مسؤول بما تكي هي واتا وحن اشيغينا رغا مسؤولين تا اي مشارد اسكا قادنيا ان اي الاليان نظام كدلكا دلكو نظام بوليه وكوس دومان قبانو سي ودا جيرا waxaan u sheegayaa kaartiyaga shiishid yar ka dhaco in la do masuuliyadda la dul dhigi doono madaxweynaha Ismaaciil Umar Geeli waxaan waydiisanayna kaartiyaga shiishid yar ka dhaco mudane madaxweyne waxaad u xil saartay committee de sage dad la yiraahdo dad koomin la yiraahdo u xil saartay dadka waa inaa la xisaabtantid waa inaa sida ugu dhaqsaha badan ragga dadka masuuliyiinta la soo qabto haduu shiishid yar ka dhaco kaartiyada kaartiyada magaalada kamida هذيك اللي سيدا ما انت عزيلان او وي هذيك كارتي دي ساج منين وحب منين دولته اذا او سميسانيسا رج نبدا كارتي حسلينيا او الالينيا ودينينتي ودنبيسي لا سو سينيي رج مسؤوليه كارتي دي شيكتا رج شيكتا ان ان يين شيف كارتيو رج شيكتا ان اكتيفيست كي يين كارتي دي ايمي كبا ودينين وحن ليهي وان اسكيلاليسين لبن عن نوبا سو قبان انك لا يراهدو لمن عن محل أورن لهيد هذا قد دلك لمن عن نوك السلام عليكم لمن عن نوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام كسر دوم راديو تي في إبراهيم علي محل أورن لهيد أدي أد أدي أد بنقول دوم لهي أدي أد بنقول دوم لهي إبراهيم علي أد بنقول سلام يا waddan nimada aad muujisay aad iyo aad baan ku salaamayaa halka waxaan ka salaamayaa madaxweynaha dalka Xaaji Ismaaciil Umar Geeli ooridiisa Xaaji Marwa Khadra Maxamed Xaj aan ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan golaha xukuumadda iyo golaha shacabka mowduuca caawad ka helis waa mowduuc aad iyo aad u fiican aad iyo aad u fiican baan leenahay aad iyo aad u fiican mowduuca ka helisid cidii falka ku raqaaqda anagu furta ayaan ku fiiqayna hadaan nahay anagoo ah ururka Jabuuti ma fiirti anagu waxaan ka shaqeynaa nabadeenta iyo isdhexgalka bulshada qabyaalad 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 qaran qarankay dudumisaa anagu qabyaalad qaranku inuu jiraan rabnaa qabyaalad ninkii doonaya wadanada jaarka ka tusaalaha ka qaataan leenahay koobka qabyaalad waxay noo soo sido qabyaalad waxay noo soo sido ma jirto Jabuuti reer Jabuuti baa leh reer Jabuuti ayaa iska leh Jabuuti halkaa waxa kaga baxaya aad iyo aad baan ku salaamayaa Ibrahim aad iyo aad baan ku salaamayaa aad baan ku salaamayaa adiga iyo maxamed bin vice president-ina xisbiga Jimmy Bonner iyo president xisbiga Amin Cabdi aad baan wala salaamayaa waxa la jiro jooga
وإن لشقيسين إن قرنك وإن نبض إلاليسين الرضا كلنا إن لش جويان سأقول لين لهين نبض وطن كوجا إن عدو جنوس الشيء لهين هاسن رجست هاسن هاسن وطن نبض عدوين ذلك جمهورية جيبوتي وما اسمع أدب أخو سلام يا بحويان عدوين جمهورية جيبوتي أدب وبطي أدب ما تو بطي ما تو مالك لك الجرني عدو ذلك يضدك ودنك الجعل ولا بد على لوكال بحي ضد واحد جرى أوبت كوجي دي بدها جيستي إن جيبوتي نربع إن أولوليان يك أمر سنر النقضي أو إلوبي ولا لهود يضدك رجع جيبوتي إن مسلمين هين عندك واحد ودسين إن ما أنت وزارة أو قافتة بحان كلينا ورأوا إمام يدي أو ولا ددي ورهدد دي واحد قبنين مساجد النص وحيرة ضد كده مساجد أنا نص وحيرة هذي ذاك مسلمان يقول لغة شكينين ودين تود لون معنينين وواحد يين لو شيء كان كارتيك أستي لو مسكت سدح مسكت بقية له هذي قبيالته دبت إله ده إسلام كده حديثة عن لغة شكينين محب مسكيت كفائدة ويا مسلمين تفائدة وقطعها ورط ولا سكوت شاق يا مات ولا سكوت توفى يا مات ولا ددا واحد كله إن هاي ولا بام ديالا مساجد عم مسكت صباحا أما مدرك سكرتيجا دكتورون تاو شاق ده أو كده والقبيلة دو وحالس قرن نمدنا وكسي درن تهيبا قرن مكل يهي دولها قالا دوبا حير يا قرن بكوكل الجوغان مركا هادي دين تسلان نمد يكو قبان ويدو شرعيقا كو قبان ايا شرعيقا وحكوين مجرو ما انت شرعيقا وحل بوسر ايا شرعيقا انا دي انا كا هايسنا ايد ما هايسو شرعيقا انا كا هاينا انا كا حجينينا شرعيقا انا ما بابينينا دينتينا ما بابينينا إلهي بركي دلكينا آمين أدينا الله كو بركي وما أسمع وحان لنا هاي وما دينا ري جيبوتي دات كيني هوري ري جيبوتي حوك بوج عليه النبضة أفرت في الناوياش أنا وارسك قبل جيلش أنا ما هي جيلل كحن بالغوصة من دونا جيلل كسي درن أو قبل ده هاي بالغوري دونا نكا كل غاقا إن أو قارن كدلك جمهورية جيبوتي الدميو waxaan u sheegi doonaa ina gabadna la geeyin doonin oo meel ka daran lagu ridi doono baaska qaranimada iyo iskumid maaha qabyaalad iyo qabyaalad isma qaadi karaan qaran iyo qabiil isma qaadi karaan marka waxaan leenahay qabyaaladu 10 bay anaka u dhigtay dowladaha jaarkiina aan aragnay de inta baan ugu filan ninki biilowna adaa garan doona waxa ka caana maashid ninki diido adaa garan doona waxa ka caana maashid waxaan u sheegayaa xagga wasaaradda tacliinta وزارة التعليم توحان الشيخية وليبا زونكا اي بروبلميادو كجران ان اسكول كستي ديبادي سلوغو سمايو كاميغا دي سيغفيانس دادك في الناوياشا عيال كير في الناوياشا دون اي ان اي اسكول كيري دان في الندا وجيدو دو سي لو اركو او شرعيغا لو مريو وحا وديسنين وزارة التعليم مصطفى محمد محمود وحا كلينا هاي اسكول لدا sektarada problemku ka jira oo badan tahay waa in sida ugu dhaqsaha badan loogu sameeyo kaameerada de surveillance xagga aus dibadda ah oo la arko koonayaashiida dadka ku dhumanaya ee raba qabyaalad in isku diraan ciyaalka yaryar si sharciga loo horkeeno ninka sawirka ka soo baxa sharciga loo horkeeno kaameerad xeer horumar baad ku gaaray horumar baan gaarnay amaankeena inaka ilaashan karnaa sidaan ku ilaalinaynaa sabad male hadii tole wadaafte sabad adeer runta ayaa lagu caana maala walaal hadda dadka lagu kari waayo sharci baa lagu kari doona ninka calanka iyo ciida lagu soo daalay ee awyaasheen u dhinteen ama baashiid hooyadeen soo daaleen raba inuu si dib yar u dhuburi dumiyana wallahi isagaa dumin isagaa dib u dumaya cid jabuuti wax ka qaadi kartaa calankayga ma jirto عيد مدحوينها الجمهورية جيبوتي وحكا قادي كرتا عالم كنا مجرتو وارميرك انك انك دورني انك ماشا ديگني انك ابنو يه هدو جوغو يه هدو دادا عبا رالي ما كدنها انك ادير لولكي ان انك او تشني عيد النور متلسو دادك ششيجي هانو شيجي لولكي ان انك او معارض مجرو دادك المعارض ما هو حسد ودقو نيمو تاني تاني ما هو معارض نيمو
mucaaradnimadu waxa la yidhahda qofka doonaya wuxuu orin lahaa ninka mucaaradka maanta wuxuu orin lahaa war sidaasay u dhaceen, war waxa waa inaa dhinac looga qabto, war waxa waa inaa laga digtoonaado buu orin lahaa. Laakiinse maanta kuwani waa kuwa raba inay isku sii diraan shacbiga reer Jabuuti, waa kuwa xasida ciidan iyo calankan bay ka xun yihiin. Mucaaradnimo maaha, mucaaradku saa maaha. War mucaarad waa la noqon karaa, mucaaradku waa wadani, mucaarad ma diideyn, waa wadani mucaarad. Mucaaradku waxbuu hagaajiyaa contraire dans le monde, mucaaradku dans le monde oo contraire waxbuu hagaajiyaa. Oo wuxuu yidhaahdaa waxa dowladda kharbushtay ama ka dhiman buu sheegaa. Laakiinse kuwa maanta waa kuwa cadow ku ah ciidanka, ciidda wadanka iyo qaranka iyo shacbiga reer Jabuuti cadow ku ah weeyaan. Maaha mucaarad maanta, tani mucaarad way dhaaftay. Marka aad baan idin salaamayaa. Waxaan leeyahay jiro jooga hadduu alla dhaha beri baan dib isku soo geli doonaa, iminka waa digniin, aan usii fidinayno dadka shisheeyaha ah ee raba dalkeena inay burburiyaan. Bal eega u fiirsada waxa dad aan reer Jabuuti ahayn iyo problemka Jabuuti soo farxa la soo galay. Bal eega walaalahayo, eeg dad reer Jabuuti inay maskax ku daraan weeyaan, dad aan Jabuutiba ahayn iyo problemka Jabuuti farxa la soo galay oo raba inay isku diraan qoomiyadaha dalka ka dhex jira. Waxaan ka leenahay kuwaana naga dhex baxa qoomiyadaha isku diraysiin iskuma diri kartiin, annaka labadaba aabo ah, beri baa kala guursanaynaa, beri yaa kala guursanaynaa. Kuwan caruurteenii bay qabaan, caruurtoodii baan qabnaa, waan iswala qabnaa dadkeen, waan isku wala jirnaa reer Jabuuti. Malanjiye baan isku nahay, layskuma keen diri karayo. Hooyo calaacalaysana lama arki karo. Waxaa la rabaa iminka ninkaas soo Muqdisho arkaya waxa ka dhacaya, waa ninka Itoobiya arkaya, hablihii iyo dumarkii baa la kubsanayaa, xoolihii waddanka la dhacayaa, sida la doonaa la yeelayaa, xeelkii qabyaalad baa ka sarreysa. Laakiinse Jabuuti xeerkaa ka sarreynaya qabyaaladda, waana qaban doonaa dhowaanna, maxkamadda waa la keeni doonaa wixii dembiye caynkaasi faraha la gala. Jabuuti asalkeygu waa qofka jecel ciidda iyo calanka, ciidda iyo calanka ninka jecel unbaa asala. Qabiil Jabuutiyaan laguma noqon karo, sababtoo ah qabiil haddaad Jabuutiyaan ba ku noqonaya, qabiil baa ku burburinayaa ka dhigan tahay, ma noqonaysa dee. Qabyaalad xaggaa baan iska dhignay, qabyaalad waxay burburisay Soomaaliya, Itoobiyada kasay qabyaalad baa maanta burburisay. Laakiinse qarannimo waa inaan ku shaqayno, waa inaan wadaninimo ku shaqayno. Maxamed Cumar waan kasoo qabanaya bal hadal. Maxamed Cumar maxaa oran lahayd? Waan kasii baxayaa hadalkii u dambeeyay, maxaa oran lahayd? Maxamed Cumar waa ku jirtaa, soo qabso. Waa soo tuuratay ahayd, haddana webiisi batri Umu Asma ay dadka waan soo la qabanaya maanta, waan kasbaxaya marka. Umu Asma waa soo tuuratay ay, maxaad oran lahayd cadowga Jamhuuriyadda Jabuuti? Shootay ay Bahjan ku celinayaa. Bahjan, laba kelmadood maxaad ka oranaysaa cadowga Jamhuuriyadda Jabuuti iyo dadka raba inay isku dirto, inay isku diraan shacbiga reer Jabuuti? Maxaa laba kelmadood oo dantooda? Bahja ku jirtaa, ku soo. Ha, asalaamu calaykum. Ha, waa ku jiraa, waa wada salaamaya dadka. Aad baan ku salaamaynaa anakuna. Ha, anigu waxaan leeyahay dhulka Islaamka oo dhan waxaan ugu ducaynayaa Jabuuti, Soomaaliya, Itoobiya, Ilaahay inuu bogoga burcad isku mariyo. Aamiin, aamiin, aamiin. Ilaahay xaqa tuso, laakiin waxaan ka yar reer xumaaday qalad, qalad ku saxa. War Soomaaliyaad weerar Soomaaliland baa la gumaysanaya, way iska dhiciyeen, haddana xamar baa lagu darayaa. Iminkana garba ciise halkay u miciini lahaayeen shicibku ayaa madaxweynihii la duldhigayaa, ayaa la leeyahay mucaaradkii iyo wax wada soo galayti oo dibadaha wada jooga oona waxba ka galin oo dhulkoogii dafiray ayaa kale Jabuuti ha ka qaraxdo, Jabuuti ha ka baaba. War Ilaahay laga boqo, war Ilaahay laga boqo, war Ilaahay laga boqo. May sawax ku sheegaya dadkaasi waa dad xasad ku ah dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Jabuuti, reer Jabuuti waa ka aqlaysteen inta bila aqligaana sharci baa aqli u yeelayaa layidhi, inta bila aqliga noqotay sharciga aqli loo yeeli doonaa. Wixii Jabuuti jooga ama Cafar ha noqdo, ama Carab ha noqdo, ama Isaaq ha noqdo, ama ciduu doona ha noqdo, ee qalalaasi Jabuuti ka wada ha la qabto. Inigaana is-ilaalin kara, inigaana is-eegi kara, inigaana iska warhayn kara dadkan dibadaha jooga ee iniga inii talinaya qofkaa dooranaysiin. Anaga haddii la garanayo xaqa
يسوق كوزايو حتى هدي له قرني ما توضع كي عدد كصوب حري إن توضع كلا أو كلامتي أو هدورني نقف كأتيرادي واضح قدره واضح قدره هذا دور توضع كي تبغى مركا كجوار لكن سألوك دبلها عن جوجو هل كان كذا كلامه أو كايرا كذا دورا كنتورا كذا دورا كنتور وروع عواني متعس وعواني مو وأنا أقول حلو وأنا إلهين وأنا قفوا قاعدي إلهين وأنا قفوا قاعدي ده كجبوتي أما الدولات كتيرة ده كيوروب تساق عشان هي العقوق صدرة هي يروح على الشارع يو إلهي بكوح ولي هذا لقطه إسماعيل عمر قال لي يشيب كينا كع كع أو كع أنت صنيبي دكينا قربع سنة ودعية سيدة دكا يهمان تقبل اسكو عاويو لكن ودن بان بابينينا أو ودن كاسا اللي قبصدية مدحبينا نمو لده قالمو وحاسي حير بالغو سعدا حير كالسو برطا بولتيق لسو برطا هاي هدوني إني دلكي نبرو بريان دلك جمهوريه جبوتي مدحبينيه إنو جبوتي مبحاكما جبوتي نبحا مسؤول ساقا كاا بحي شرعي كوري مادينا مدحبينو حكوب بلان قادي إن sharciiga laga mari doono talaabo sharci waafaqsan laga qaadi doono aad baan kugu hambalyeynay madaxweynaheena madaxweynaheena jiro joog baan ka leenahay aad baan ugu raacsanahay ramsis aad baan ku salaamayaa umu asma aad baan ku salaamayaa walaashay noolow marka waxaan leeyahay wax ka salaamayaa brijanka ogist saliix ahmed darar aad baan iyo la salaamayaa in ismaaciil darar baan ka salaamayaa in waxa kaloo salaamayaa maxuu faadi buha faadi ibraahim abdu baan salaamayaa jimi lebonay saaxiibkan salaamayaa liban aanan waxaan leeyahay jiro jooga in dhalinyarta waddanka aad baan iyo salaam meel kasto joogtiin waxaan leeyahay logistiga waxaan leeyahay jiro jooga waa in la ilaaliyo qarankeena logistiga wixii hadalkaga maanta maqleen wixii logistiga la yiraahdo dhan waxaan leeyahay waa in isku duubnaatiin inaad mid qura noqotiin waa inaad ilaalisiin qaranka sidaa madaxweynaheena u garab joogsanay waa inaad maanta madaxweynaheena u garab joogsanno sidaan qaranka u hagaajin lahayn oon dadka wixii fidnada wada usoo sheegi lahayn walow kaana walaalkaana ha noqdo fidnaadu waa la iska qabtaa alfidnatu ashaddu min alqatl bal fidnadu waxay ka xuntahay dilitaanka adoo qof dila ayaa ka khayr badan inaad inta fidnad sameyn lahayd fidnadu ma hadho waa dangerous marka inta maxay ahayd fidnada sameyn lahayd adoo waxaa jira waxa ka khayr qaba adiga oo maxay ahayd qof dila ayaa ka khayr qaba la yiri siman maxamed soo soco ku soco siman maxamed maxaa oran lahayd ama ka sii baxaya ibraahim caliya waad ku soo ku jirtaa okay dhe siman maxamed waad soo dirsatay ahayd salaan sare uma asma siman maxamed ku soco noo sii bartaajeeya asxaabta waxaan iska codsanaya inuu bartaajeeyaan si asxaabti kalena u aragto xagga dambe ka soo raacdo nabaddana in la ilaaliyo wasaaradda aqwaafta iyo wasaaradda maxaa tacliintana waa ninkaa u sheegnay waxaa hadhay shacbiga reer jabuutina waan u sheegnay iyo logistiga waan u sheegnay ururada dalka se u dhan yihiinna warka waan u sheegnay se u gaaraanna noo sii baartaajeeya cadowga jamhuuriyadda jabuutina si uu u arko inay reer jabuuti tashadeen gaarsiiya warka gaarsiiya cadowga reer jabuuti inaan maanta annagu tashanay qarannimo ku shaqaynayno dowladdeenna la shaqaynayno ciiddeenna iyo calankeennana ilaashanayno waa kaas ciiddeenna iyo calankeenna ha jiraan warheystii aan kaga baxaynay noofur waa kaas boqor boqor ninka dhahda
waxaas dayraantayni ilbaaka gudaha waxaan haanka kaga sii baxayaa sidaa iyo nabadgeliyo. Waxaan ka hadlayaa iminka dhowaan waxuu sheegayaa in dhaqdhaqaaqa suudaanta mas-uulka haysta in uu ka daayo dhibaatada askarta ama dokteerada ka shaqeynaya dhaqdarka oo aada uga cabanaya mas-uuliyiinta dhaqdarka suudaanta. Waxaan ka leeyahay ninka mas-uulka meesha haysta war sidaasi u bedel, haddii kalena sharciga kama sarreysiday waa lagu bedelay sidii kuwii horeba looga qaaday markay sharciga dhaafeen. waxaan u sheegayaa in sharciga ilaaliyo, inuu ilaaliyo dokteerada sharcigooga, wax walba xeer bilayihiin, ninka xeerkiisa soo dhaafana in layska qabto waa waajib. waxaan u sheegayaa madaxweyneheena Ismaaciil Cumar Geele, nin kasta nin xeer ka sarreynaya ma jiro. dhibaatada waxaa noogu wacan waa mas-uuliyiinta ku xadgudbaysa xeerarkooga ee dadka moodaysa inay iyagu meesha leeyihiin oo shacbigiisa fiican u shaqaynaya
in qorta kaga joogsanaya waxa dhibta noogu wacan in aad hoos u eegtid meel kasta oon taabanaan madaxweynaha weydiisanaynaa aad baan u salaamayaa madaxweyneena xaaji ismaaciil cumar geele jiro joog baan leeyahay marwada koowaad aad baan u salaamaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa noo ibraahim caliya waxaan leeyahay is arag dambe